هنا تطلع ولد مو متظاهر ونزعوا ملابسه الشغب، نزعوا ملابس الولد مو يم صاحب فندق، اعتقلوه وضربوه، اعتقلوه وضربوه. القوات القمعيه اقطع له الولد مو متظاهر، هم اعتقلوه وضربوه. عم الولد مو متظاهر، اعتدوا عليه واعتقلوه، الولد مو متظاهر. يلا هم كل قاعد بالفندق هو استيد من يمي. يلا هم كل امك بيضه لو سمره، هالمره مصوريكم. لا لا تغلط علي، لا لا علي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج صوتكم. نستمع الى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال ارقامنا التي تظهر اسفل الشاشه امام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتس آب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، مثل ما شفتوا في بداية المقطع، نتكلم اليوم عن اللي يصير في شوارع العراق من المحافظات العراقية المنتفضة التي تشهد تظاهرات والتي تشهد هبة شعبية كبيرة لإسقاط هذا النظام، لإنهاء حكم هذه الأحزاب الفاسدة، لإنهاء وجود هذا العنف وهذا الدمار الذي يعيشه العراقيون كل يوم، لإنهاء فكرة المظاهر المسلحة وكل من لديه حزب ومن لديه القدرة أنه يحمل السلاح يحمل السلاح ويتجاوز على القانون ولا يبقي لأي شيء من هيبة الدولة. اليوم نتكلم عن موضوع اقتحام الميليشيات للمنطقة الخضراء، ميليشيات الحشد، ونتكلم عن موضوع اعتقال قيادي في الحشد، وكيف تعاملت هذه الميليشيات مع الحكومة ومع هيبة الدولة بين قوسين طبعا، ونربط أيضا هذا الموضوع بثورة تشرين اليوم اللي هي خرجت أصلا منذ بدايتها لإسقاط كل هذه المظاهر التي لا تمت للقانون بصلة، لا تمت لهيبة الدولة بصلة، لا لسيادة الدولة بصلة. كل اليوم الأحزاب بإمكانها أنه تتجاوز على القانون، تتجاوز على رئيس الوزراء، على رئيس الحكومة، على رئيس الجمهورية، رئيس البرلمان، لأنه يملك السلاح، لأنه يملك النفوذ السياسي، لأنه يملك مال السلطة، وبالتالي يستطيع أن يهدد. إن كان يهدد من لديهم الحصانة ويعتقل من لديهم الحصانة ويغتال من لديهم الحصانة، فبالطبع المواطن العراقي بالنسبة له سيكون أمر بسيط جدا أن يقتل أو يعتقل أو يخطفه. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام مجموعة من المقاطع قبل أن نبدأ الحلقة، وأنتظر اتصالات حضراتكم لإبداء رأيكم فيما يحصل اليوم في العراق. ثورة تشرين، ألم تعري هذه الوجوه وتكشف حقيقة الناس والجهات والأفراد الموجودين داخل العملية السياسية أنهم يتشدقون بالديمقراطية وبحرية التعبير؟ واليوم هذا المقطع للشاب المواطن العراقي اللي أصلا المتظاهرين يقولون هذا مو متظاهر، هذا واحد نازل في فندق، أهانوه ونزعوا ملابسه بهذه الطريقة الغير آدمية واعتدوا عليه بهذه الطريقة، ولولا تصوير الناس وتسجيلهم لكرروا ما فعلوا بشباب في بداية ثورة تشرين واغتصبوهم في بغداد للأسف الشديد. خلينا نشوف بعض المقاطع. أول مقطع عندنا المتظاهرين في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية، شيعوا نعش رمزي للشهيد المتظاهر محمد باقر جاسم واللي انقتل عن طريق القوات الحكومية بساحة التحرير وسط بغداد خلال مشاركته يوم أمس في تظاهرات 25 أيار. خلينا نشوف. الله يرحمه.
والديكم جميعا. الله يراويكم مكروه جاب محمد وآل محمد. مشاهدينا، طبعا المتظاهرين لما خرجوا هم موجهين اصلا اصابع الاتهام منذ البدايه، منذ عام 2019 الى الحكومه بكافه تفاصيلها وجهاتها والقوات الحكوميه بمختلف تشكيلاتها، والى ميليشيات الحشد بزعاماتها الحزبيه والميليشياويه ذات الولاءات الخارجيه. وجهوا اصابع الاتهام الى هذه الجهات لانها الجهات الوحيده اللي تحمل السلاح في العراق، اللي مسيطر على كل شيء في العراق، اللي مو من مصلحتها انه يخرج المواطن العراقي الظاهر. اللي صار انه الناس متهمين، يعني النشطاء وكذا المتظاهرين الثوار متهمين قيادات شخصيات موجوده ضمن ميليشيات الحشد، من ضمنهم قاسم محمود مصلح، وهو قيادي في الحشد وماسك مجموعه من الميليشيات مثل ما يقولون 4-5 الويه في محافظه الانبار، تحديدا قضاء القائم. اعتقلت قوة أمنية. فخلية الإعلام الأمني الحكومية قالت إن قوة أمنية اعتقلت المتهم قاسم محمود مصلح بناء على مذكرة قبض تحت المادة 4 إرهاب، يعني هذا الشخص إرهابي. وأوضحت أن هذه العملية تستهدف قاسم مصلح فقط من أجل التحقيق معه لا غير. هاي خلية الإعلام الأمني. طيب الحشد طبعا يعني ثار غضب على هذا الموضوع و توجهوا إلى المنطقة الخضراء. خلينا نشوف هذا المقطع لتحرك الميليشيات، ميليشيات الحشد صوب المنطقة الخضراء لدخولها. خلينا نشوف. لاحظتوا ماكو أرقام على السيارات، يعني هذه السيارات بإمكانها الآن أن تدخل إلى ساحة التحرير، ترتكب مجزرة، وبسبب غياب القانون أصلا في العراق، وأنه سيارات بلا أرقام وتايها العملية في العراق، بإمكان هؤلاء بكل بساطة اليوم وفي هذه اللحظة أن يقوموا بارتكاب أبشع الجرائم دون حساب أو عقاب، لأنه أصلا غير موجودين، هم على الأرض موجودين لكن ماكو شيء رسمي لهم، يعني لا لوحة أرقام لا شيء، لكن هم معروفين أن هذه هي الميليشيات. عندنا أبو ذياب من الفلوجة، نبدأ مع أول اتصال لدينا في هذه الحلقة. أبو ذياب حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذي نبدي نتكلم عن ثورة تشرين أستاذ. نعم يا أستاذي، والله تحكي عن جرائم الميليشيات، عن قتلها، عن خطفها، عن اعتداء على المتظاهرين. والمقطع الأول اللي طلع شلون يفشرون ما عندهم. فيا أستاذي، هي أنا أول شيء شفته من مظاهرات البصرة 2018. أي. يعني جرائم الميليشيات بدأت، أنا أول ما رجعنا يعني كنا يعني متهجرين، رجعنا بال 2018. فمن 2018 لحد الان يعني اشوف الشباب تنقتل بدم بارد. يعني هل قد صار دم العراقي بارد استاذي؟ يعني ما شبعوا من دمنا، ما شبعوا من دم العراق. هاي كله بس عمود يرضون ايران، جارة السوء ايران. ويا استاذي بتسري تعرف حقوق الانسان وين عندنا العراق؟ اصلا ماكو حقوق انسان، واصلا امريكا شو تسوى؟ امريكا محتله العراق، دمرت العراق. ظلت محتلتنا 8 سنين ودعش شهر يا استاذي. فيا استاذي انا اقول يجب على العراق ان يتحد يد واحده من الشمال الى الجنوب، يد واحده، ولازم العشائر توقف ويا ابنائها. وان شاء الله بنهايه السنه ما تبقى الحكومه اذا الله نصرنا عليهم. امين يا استاذي، امين. انا اشكرك ان شاء الله منصورين. وتحيه الثوار تشرين. شكرا أبو ذياب من الفلوجة، شكرا للمشاركة. حصيلة شهداء 25 أيار، التظاهرات اللي انطلقت يوم أمس في العاصمة بغداد وبعض المحافظات العراقية ارتفعت إلى 3 شهداء وأكثر من 26 جريح
من المتظاهرين جراء إطلاق القوات الأمنية الرصاص والقنابل الدخانية على المتظاهرين في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. مصادر صحفية ذكرت أن القوات الأمنية حاولت حصر وجود المتظاهرين في حديقة الأمة اللي تتوسط منطقة باب الشرجي، لكن المتظاهرين رفضوا ذلك. وأيضا أشارت المصادر إلى أن القوات الأمنية قامت بإطلاق القنابل الصوتية والدخانية، كما قامت بتفريق المتظاهرين القادمين من جهة ساحة الطيران نحو ساحة التحرير. وكانت تعزيزات أمنية أيضا وصلت إلى ساحة التحرير، وهذه القوات الأمنية اللي تحمل السلاح قامت بتطويق المتظاهرين ومنعتهم من الوصول إلى جسر الجمهورية. قوية الدولة على المتظاهرين السلميين، قوية على العراقيين، لكن أين هي من الميليشيات؟ أين هذه القوة؟ بالوقت اللي شفتوا به الاستعراض وشفتوا به توجه هذه الأرتال من الميليشيات إلى المنطقة الخضراء لتخليص قيادي تتهم الحكومة أو اعتقلتها وفق المادة 4 إرهاب، وهو قيادي ميليشياوي، توجهوا لتخليص هذا القيادي الميليشياوي، كانت القوات الحكومية تتجول في أماكن أخرى من بغداد. الميليشيات موجودة متوجهة إلى المنطقة الخضراء، وخلينا نشوف القوات الأمنية إيش دا تسوي. خلينا نستمع إلى رأي السيد أبو وطن من لندن. حياك الله، تفضل. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخي، عندي بصراحة عندي مداخلة وبعض التساؤلات إذا ممكن. تفضل. بالنسبة لاستعراض القوة اللي قامت به الميليشيات المجرمة اليوم في بغداد و تواجدها حول المنطقة الخضراء وما إلى ذلك، هذا يعني المفروض يجاوب عليه، تجاوب عليه الحكومة، تجاوب عليه الناس، تتساءل عليه. إذا كان رئيس الوزراء هو القائد العام للقوات المسلحة مثل ما يقولون، طيب، وإن الحشد الشعبي مثل ما كل مرة تصير جريمة تصير مشكلة قالوا والله الحشد الشعبي هو تحت أمرة القائد العام. طيب، إذا هو تحت أمرة القائد العام، شو هذول طالعين محاوطين المنطقة الخضراء ويهددون به؟ شلون تحت أمرة القائد العام؟ هاي واحد. اثنين، وهو الأهم، أي بالنسبة إلى عمليات اغتيال المتظاهرين وقتلهم وخطفهم، يعني الإحصائيات الرسمية تقول، تقول أكو 23 لجنة تحقيق تشكلت. 23 وين النتائج؟ لجنة تحقيق، وين النتائج؟ وين؟ زين؟ وحتى خلينا نقول حتى لو طلعت النتائج، هل حكومة مصطفى الكاظمي قادرة على محاسبة من قتل المتظاهرين؟ أو خلينا نصيغ السؤال بشكل ثاني، هل هذه اللجان أصلاً لجان نزيهة؟ يعني المتظاهرون في العراق يتهمون اللجان التحقيقية أنه هي فيها أشخاص متورطون في سفك دماء العراقيين، شلون ذول حيكونون شفافين ونزيهين بالتحقيق؟ كل ما يرتبط بالدولة الحالية هو مجرم باختصار. لجنة التحقيق، كل ما يرتبط بالدولة الحالية هو مجرم. لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. نرجع أرجع لكلابي ذا. لحد الآن الإحصائيات الحكومية الرسمية تقول مقتل 81 ناشط، اغتيال 81 ناشط. وين الدولة؟ زين، أنا عندي سؤال هنا أوجهه للعراقيين، لشعبنا العراقي العظيم. أي يقولون أن المرجعية هي الحامية للعراق، هي حام العراق، هي تصون العراق، مو؟ زين، أنا هسه أنا الإنسان البسيط والناس هاي البسطاء، أبو التوك توك أبو فرن الصمون والسائق والموظف والضابط وكل العراقيين. يعرفون من القاتل لو ما يعرفون؟ يعرفون، كلنا نعرف من القاتل طبعا. المرجعيه تعرف لو ما تعرف، اذا احنا البسطاء نعرف، المرجعيه تعرف لو ما ترجم لو ما تعرف. اذا أنت تعرف، انا هسه ما تعرف، هاي مصيبه. طيب، انا هسه سمعت منك التساؤلات.
أريدك هسه باختصار شديد، لأن عند أدنى ناس ينتظرون يشاركون. باختصار رأيك أو إجابتك لكل هذه التساؤلات، أو رأيك مواطن عراقي أنت الآن وتنظر إلى الأمور، وحضرتك ما شاء الله مبين مطلع، انطيني رأيك فيما يحدث باختصار شديد. فيما يحدث الآن؟ نعم، أو إجابتك، أو إجابتك عن كل تساؤلاتك. أنت في النهاية تسأل، لكن لابد أنه عندك إجابة. صدقني كل العراقيين من أبسطهم إلى أثقفهم يعرف الإجابة على هذا التساؤل. شنو؟ صدق وآمن بالله. أما ما يجري حاليا هي عملية كسر عظم، نعم، وراح تؤدي بالعراق إلى التهلكة. هاي الميليشيات ما راح تتخلى عن امتيازاتها، نعم، ولا راح تتخلى على سرقاتها، نعم، ولا على نفوذها، ولا على قوتها ما دام إيران وراها. الحل شنو؟ الحل ثورة عارمة تقوم بالعراق من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه، نعم، كل العراق. هذا الشعب العظيم مو شعب بسيط. هذول الشباب اللي جاي يطلعون، هذا الجيل الحديث اللي جاي يطلع حسنا بالعراق، هذا الشعب يستحق كل الاحترام والتقدير. لكن نطالب من الكل إنه يقوم هاي الثورة لإسقاط هذا النظام المجرم. أبو وطن، أنا أشكرك شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن، وصلت فكرتك. عندنا اتصال من أبو شيماء من بغداد، تفضل يا أبو شيماء. أبو شيماء من بغداد، بس أريدك تنصي صوت التلفزيون أول شيء. الله يسعدك أستاذ محمد. الله يسلمك، نصي صوت التلفزيون يا أبو شيماء. شلونك حبيبي؟ الله يسلمك. أستاذ، إحنا طبعا ضد أي قتل يصير، وضد الفوضى بالبلد، وهاي كلها ما تخدم العراق بصراحة أستاذ محمد. شلون؟ إحنا أولا نريد التكاتف، نريد المحبة، نريد الناس، يعني صارنا قرن إحنا العراق هو يمر بمرحلة الدماء، فإحنا ما نريد هاي الأشياء تصير وتنحاد مرة ثانية. أي، فإحنا إلى متى نبقى؟ يعني أنت مش قد صاركم تشجون قتل، ما أكون نتيجة. يعني المفروض نوحد العراق، نحافظ على هيبة العراق. من هو اللي يوحد العراق ويحافظ على هيبة العراق؟ منو؟ هو اي مواطن يعني. طيب، المواطنين اذن العراقيين. رايك بالحكومة والحشد والميليشيات اليوم اللي دا يصير اليوم، هل هذه الجهات وهؤلاء الاشخاص يستحقون يبقون بيناتنا يحافظون ويانا على وحدة وسيادة العراق، وهم يهددون ويقتلون ويذبحون ويشردون؟ استاذ محمد، احنا ما نقضى على الكل. يعني الناس اكو ناس ضحت، واكو ناس صدق وغدا، واكو ناس يعني دافعت عن العراق. يعني مو كلها يعني نخبط كل الاشياء بهذا. طيب كلام سليم، اكيد لو خليت قلبت. انا هسه انت هسه انسان عراقي، يعني هم مو جايين، نعم، من كوكب ثاني. اعطيني رايك، عراقيين اخواننا. طيب اعطيني رايك باللي صار اليوم. الحشد يقول احنا تابعين للقائد العام، اسمح لي الحشد يقول احنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحة، نأتمر بأوامره. الحكومة اعتقلت قاسم مصلح بتهمة 4 إرهاب، دا يريدون يحققون وياه بتهمة قتل ناشطين، استهداف ناشطين، وعلى أساس انه هو اطلق باتجاه قاعدة عين الأسد وما الى ذلك. السؤال، ليش الحشد اليوم راح اقتحم المنطقة الخضراء؟ يعني اذا هم تابعين للقائد العام، شلون يسوون هذا الشيء؟ شلون يفشرون عليه ويغلطون عليه؟ استاذ محمد، تدري هم ذول قوات امريكيه وجت وياهم، مو بس عراقيين. يعني ما يصير انتهاك للسياده العراقيه. يعني انت قائد، يعني شلون قوات امريكيه؟ ما افتهمت منو القوات الامريكيه ضمن الاحتقال، مو اكل احتقال، قوات امريكيه وياهم ويا القوات الامنيه امريكيه، السياده العراقيه امريكيه، يعني او غير امريكيه، بس اسمح لي، امريكيه او غير امريكيه، الحشد مو تابع للقائد العام؟ اي طبعا قائد، طبعا. ليش اقتحم المنطقه الخضراء؟ مو هو شنو الاستاذ، هذا الكاظم من يريد يمرر موقفه بالمظاهرات. ايه؟ شوف ماله، شوف انتهى مفعوله، فسوى هاي اللعبه. مثل يعني شنو، يعني شنو يريد يبرر موقفه بالمظاهرات؟ يعني ما افتهمت هاي. ايه؟ شلون يعني؟ اي هو يعني يقول لك، شو يقول لك، هاي طلع هاي اللعبه مال الاعتقال هذا القائد. اي شنو شغلته والله؟ شنو قائد عسكري عام، قائد فرقه، يعني قائد فرقه مو شويه استاذ محمد، قائد فرقه مهينه. قائد فرقه بشنو؟ اذا انتم قائد الفرقه مالتكم، بس اسمح لي، بالانبار هو قائد فرقه. ابو شيماء سبق وان طلعوا قاده ضمن الحشد يطلعون، وتسريبات موجوده
يقول إذا شلت صورة سليماني أقطع إيده من المرفق، يهدد قائد عسكري ضمن الجيش الرسمي. طيب إذا أنتوا القادة الحشيد قادتكم ما يحترمون هذه الدولة، ما يحترمون القانون، ما يحترمون هيبة الدولة ولا سيادتها، وعدهم رئيس الوزراء ولا أصغر موظف كلهم ما لهم قيمة ولا وجود، يعني شنو تقول لي إنه هذا قائد عسكري؟ فقدنا الاتصال ويا أبو شيماء. قاسم مصلح متهم، وطبعا هو حسب تسريبات وحسب الآن بعض المؤسسات الإعلامية أو المنصات التابعة للحشد تقول بأنه تم الإفراج عنه بسبب هذه التهديدات والضغوطات، والكاظم يقول بعدنا متمسكين به وده نحققه إياه. الحقيقة مجهولة الآن، لكن الواقع يقول بأنه لا سلطة للدولة ولا سلطة للقانون في العراق. خلينا نشوف القوات الحكومية، احنا شفنا المقطع، خلينا نشوف أبو فدك اللي هو عبد العزيز المحمداوي اللي يسموه الميليشيات وأنصارهم يسموه الخال، وهو أيضا رئيس أركان ميليشيا الحشد ومتهم دولي إرهابي دولي، هذا مصنف أنه هو إرهابي دولي أبو فدك. خلينا نشوفه وين واقف حاليا الآن أمام مبنى مجلس الوزراء في العاصمة بغداد في المنطقة الخضراء مع أنصاره وميليشياته. خلينا نشوف. أبو فدك الإرهابي الدولي كما هو مصنف عالميا مقتحم المنطقة الخضراء مع أنصاره ووقف أمام مبنى مجلس الوزراء في رسالة إرسال رسائل وإشارات إلى الحكومة أنه إحنا نقدر نطب لكم وين ما أنتم موجودين. طيب الدولة وينها؟ يعني المواطن العراقي لما يشوف هيك شيء مو بس يخاف على حياته، يريد يطلع من البلد، يترك هيك عراق أو هيك بلد موجودة به هذه النماذج. وين وصلت العراق والعراقيين هذه الحكومات والأحزاب؟ إلى أي مستوى وصل العراق والعراقيين اليوم أنه يشوفون هذه المظاهر؟ دولة يعني تستعرض عضلاتها على المواطن العراقي في ساحات التظاهر لكن هي لا شيء أمام هذه الميليشيات. لماذا وصل المواطن العراقي والعراق بشكل عام إلى هذا المستوى من الانحدار الأمني والانهيار على كافة الصعد؟ اليوم لما نشوف هذه المظاهر، يعني ألا يحق للعراقيين اليوم أن يتظاهروا؟ ألا يحق لهم أن يخرجوا لإزاحة هذه النماذج، لإزاحة هذه الفوضى؟ ألا يحق للعراقيين أن يخرجوا لاستعادة وطن سلب عن طريق هؤلاء؟ لماذا تستكثر الأحزاب والحكومات المتعاقبة والميليشيات على العراقيين أن يخرجوا للتظاهر للمطالبة بحق مشروع؟ لم توفر لهم هذه الحكومات أي حياة كريمة، أي مستقبل. لماذا يرفضون ويستكثرون ويقتلون العراقيين؟ طبعا خلينا نشوف هذا المقطع أيضا من المتظاهرين يوم أمس احتشدوا أمام في ساحة التحرير وعدد من الميادين الأخرى في بغداد، وأكدوا أنهم عازمون على الاستمرار في التظاهر حتى إسقاط هذا النظام. خلينا نشوف. المطلب الرئيسي اللي خلانا أنا اليوم هنا أحضر كشف قتلة المتظاهرين. هذا دم وما نتهاون عليه، الدم هذا ظل بأعناقنا، إحنا اللي أحياء، وإن شاء الله أما نلتحق بركاب الشهداء يا أما نطلع الحق ونطلع دماءهم. هاي الزكية اللي ضحوا من أجل أنا وغيري يعيش بكرامة ما بيها لا ذل ولا عبودية، ونخلص من هاي الطبقة السياسية الفاسدة. الفكر ما يموت بالوقت، هم عبالهم بالوقت يستمر ضغط وإزاحة الخيام من ساحة التحرير ومن كل المناطق اللي موجودة كانت فيها الثورة، بس يبقى الفكر موجود بالشباب اللي موجودة هي، لأن الشاب هو جاي يعيش المعاناة نفسها من قبل الثورة وصارت الثورة ولحد الآن. إحنا مطلبنا الأساسي اللي هو إسقاط النظام. أنا ما طالع أريد مطلب كافي من 2003 لهذا يومي، أنا قاعد أطالب خدمات، أطالب بكهرباء، أطالب بحصة تموينية، أطالب بتعيين، أطالب ببنى تحتية، كافي هاي الفترة كلش كافية. أما الآن أنا أطالب بتغيير منظومة سياسية فاسدة،
منظومه سياسيه متحزبه كلها تابعه لدول الجوار. الكاظمي كل شيء ما سوى وعود وكل شيء ما وفر لنا لحد الان، شنو سوى؟ قاضيه يوميه بدوله يدعم الدول واحنا قاضينا واحد يكتب الثاني، احنا الشعب العراقي اهل النفط اهل الخير، بمن متى راح نضل هيك؟ قتل، اغتيال، ذبح، ظلم، كل شيء تطالب بحقك تقتل، تحكي تقتل، هنا الذله، الموت احسن من الذله. بدايه هاي المظاهرات المطالبه محاسبه قتله المتظاهرين في ثوره تشرين، والمطالبه بالخدمات والاصلاح والقضاء على الفساد، ونتمنى تستمر لهذا الشعب، لان هذا الشعب تعب صراحه صار له 19 سنه. نريد حقوق الشهداء، نريد حقوق هاي الشباب اللي قاعده عطاله بطاله. نريد نشوف لنا حل، لان احنا تعبنا بعد. ما باليد حيله، ما سووا لنا شيء، وعدونا بوعود وكلها كاذبه. اليوم جميع الشباب يطالبون بالقصاص العادل من قتلة الشهداء. هناك لجان تحقيقية تم الأخذ بالتحقيقات الأولية، لماذا لا تظهر في التلفاز؟ نحن نطالب بنتائج، نطالب بقرارات وليس قرارات تلقائية. لا تقول لهاي الشعب خطية لا حول ولا قوة، يقتلون بي بالشارع، يقتلون الناشط، يقتلون اللي يحكي. أنا حكيت، أنا أحكي 65 سنة، خلي يروح يقتلني بالشارع، أنا مو مهم، مهم شعبي، مهم هذا المواطن، هذا البريء، هاي الشباب شنو ذنبها؟ ذنبها وينه؟ عدمة، مريد حقنا، وين حقنا؟ رابع سابع دولة بالعالم فقر، احنا فقرة ونعيش أربع دول من العالم بثروتنا، وينها؟ مو ملينا؟ اللي شفتوه وسمعتوه هو شيء بسيط جدا من واقع العراقيين. رجل كبير بالسن، وكل تقريبا الإجماع اللي كان موجود بالآراء، ونقطة ذكرت أكثر من مرة أنه ممكن ننقتل في أي لحظة، ممكن يتم اغتيالنا وتصفيتنا في أي لحظة، لأنه إحنا خرجنا. يقول لك أنا 65 سنة عمري، لكن ممكن أيضا أنقتل. إذن لا قانون ولا أمن في العراق، وهاي القوات الموجودة شنو دورها؟ ما هو دور الجيش والشرطة والمخابرات، كل الأجهزة الأمنية الحكومية شنو دورها اليوم في العراق إن كان المواطن العراقي لا يأمن على حياته، يتوقع في أي لحظة أنه يتم تصفيته، أن اعترض على فساد موجود في العراق، أن اعترض على النظام الحاكم أو على وجود هذه الأحزاب والميليشيات. إذن لا ضامن لحياة العراقيين وأمانهم، وبالتالي نسأل ما دور هذه الأجهزة اليوم إن كانت لا تستطيع أن تحقق ما هو مرجو منها، وما هو دور هذه الحكومات إن كانت ضعيفة أمام الميليشيات. عندنا أبو عمر من بغداد، تفضل حياك الله. السيد أبو عمر من بغداد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ محمد حبيبي؟ الله يسلمك، الحمد لله، تفضل. هاي المظاهرات وهاي الوضع اليوم بالمنطقة، الميليشيات شفت أنت مع أبو المقطع. طيب. مش مجلس الوزراء. على مود هذا القائد قاسم مطلع، مش اي اي مال الحاكم حاكم الانبار. نعم زين، انا اكو حسب ما يقولون هم مقتدى الصدر وهذا العامل وصاحب سيارة وغيره. هيبة الدولة، يا هيبة الدولة، هاي يا دولة، هاي الدولة لا دولة، هاي نعم دولة ميليشيات، دولة احزاب مستوطة. زين، اما هذا بس اعرف شنو والله. انا اعجب على العراقي يعني مخلي رئيس الوزراء وهاي الوضعيه التعبانه، هاي مو وضعيات، ما وضعيه يعني، هاي ما شفناها احنا بذي عالم. نعم يعني شيء معيب ومخزي. احنا تابعين ما ادري من تابعين شو باليمن، يركضون على اليمن الميليشيات مالتهم، بلبنان نفس الحاله، بسوريا نفس الحاله، شنو القضيه؟ ما اعرف احنا والعراق ساكتينه. يعني شنو دور الحكومه اليوم الحكومه شنو دورها؟ اذا لا تستطيع تحاسب الفاسدين. استاذ محمد نعم حبيبي، والله لا اكو حكومه ولا اكو برلمان، هاي شنو اللي راح يكون علينا؟ لك الله ما الله. نعم لا تكون حكومه، الحكومه تحكم بالعدل، هاي سلطه مجرمه. نعم زين، هاي مو حكومه، الحكومه الشعب حقوقه وتحافظ على سياسه العراق وبعثه العراق. شو لا تستهدف ولا هاي الحنطه حارقينه، السمك مسممينه، ما مخلوا كل شيء، بلد حقوق خرج، مشيتوا حارقينه، ما ادري ما مخلين.
كهرباء ما منطين اي شيء العراق من 2003 لحد الان. سيد ابو عمر انا اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا السيد ابو تحسين من كربلاء، تفضل يا ابو تحسين حياك الله. السيد ابو تحسين موجود؟ ابو تحسين من كربلاء ما موجود. طيب عندنا اتصال. وكالة اسوشيتد بريس قالت ان تجدد الاحتجاجات في العراق دليل جديد على الغضب الشعبي المتنامي بسبب عجز الحكومه عن التصدي للميليشيات او على التصدي للميليشيات ووقف الاغتيالات. اضافت الوكاله ان العراقيين شاركوا في احتجاجات حاشده حاملين الاعلام العراقيه وصور الشباب المغدورين الذين تعرضوا للاغتيال بسبب موقفهم الرافض لبقاء النظام السياسي واخرهم الناشط البارز في كربلاء ايهاب الوزني. وأشارت إلى أن الكثير من العراقيين يتوقعون استمرار عمليات القتل مع قرب موعد الانتخابات. أشارت الوكالة أيضا إلى أن المتظاهرين غاضبون جدا بسبب فشل السلطات الحكومية في تحديد ومحاسبة مرتكبي عمليات الاغتيال. موضوع تحديد قد نختلف مع الوكالة بهذه النقطة، لأنه يبدو الدولة عندها علم أنه من الذي قام بقتل أو على جزء من الذي قام بقتل المتظاهرين. قضية قاسم مصلح يقولون بأنها تهمة أربعة إرهاب، وهو قضية يعني قد تكون مرتبطة بعملية قصف أو مشاركته في قصف قاعدة عين الأسد، لكن يتهمه العراقيون بأنه كان من المهددين لإيهاب الوزني وقال له في إحدى المرات بأنه لو سأقتلك لو بقي لدي آخر يوم أو بقي آخر يوم في عمري. المختصر من هذا الكلام أنه هذه الميليشيات وهذه الشخصيات مشتركة بسفك دماء العراقيين مشاركة، وبالتالي ليس منطقيا أن يعلم المواطن العراقي البسيط من الذي قتله ولا تعلم الدولة من القاتل، دولة الأجهزة المخابرات كاميرات المراقبة الاستخبارات التحقيقات. ليس من المنطقي أن تجهل الدولة ذات الإمكانيات حقيقة من القاتل ويعلم المواطن البسيط من الذي قتل. ولذلك هذا الوسم من قتلني حقيقة ومنتشر على تويتر يعني رسائل واضحة إلى الحكومة، تساؤل هو طبعا من مواطن عراقي لكن هي رسائل موجهة إلى السلطة، أنه من قتل المواطن العراقي موجود داخل العملية السياسية لكن السلطة ضعيفة على محاسبته. من معنا؟ أبو تحسين من كربلاء تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحفظك أستاذ العزيز. طبعا بس احب اشير الى نقطه بالبدايه، من يتهم قناه الرافدين بالعماله خليه يفكر بانه اي رافدين لو هي عميله كان عندهم يعني ممثلين بالبرلمان، كان هي تأيد مثلا كيان كان على الاقل موجودين بالعراق يعني. نعم تأيدت يعني احد الموجودين حتى لو كان بعثي، هم يقولون يشيرون يعني فلان بعثي وفلان كذا وفلان متطرف. من هو هذا المجالس؟ من هو اللي أيدته انه هو حتى لو كان بعثي؟ من هو؟ لا لا عفوا الحكومه يقولون يعني بعض عناصر الحكومه يقولون فلان يعني نفس عده طائفي من يعني اللي يمثلون على اساس يمثلون. نعم لو 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 ان قناه الرافدين هي طائفيه او هي بعثيه لأيدت هؤلاء الذين يصفونهم بالبعثيين، يعني قناة الرافدين هي لا تؤيد اي كيان. شوف ابو تحسين، حتى اختصر لك طبعا انت حضرتك بارك الله بك على هذا الراي، اختصر لك الموضوع. قناة الرافدين لم تمجد شخصية واحدة منذ تأسيسها ولن تمجد، لأنه هي لا تعمل لأفراد، هي تعمل للعراق. فهذا باختصار يعني حتى الواحد لا يقعد يقول لك تمجد وبعثي. انا بس نعم انا بس رايي بس اريد رايي حضرتك، اريد رايي حضرتك باللي يصير اليوم. قتل للمتظاهرين مستمر من قبل الحكومة في وقت الحكومة عاجزة عن محاسبة الميليشيات وقتلة المتظاهرين. اليوم سلاح الدولة موجه ضد منه؟ ليش موجه ضد المتظاهرين؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. نعم. يعني هذه الآية هي صريحة، يعني احنا يعني ينبغي انه تثقيف المجتمع خصوصا الشيعي، وانا آسف لهذه المفردة، يعني خدعوهم بخدع اسمه داعش، هم اللي جابوا داعش، واحنا نعرف الجهة يعني اللي جابوا داعش.
حتى استمالة الجمهور الشيعي اللي انتخبوهم وسووا كيان باسم كيان الفتح أو قائمة الفتح. نعم. وشفتوا شلون خدعوهم للأسف الشديد. المجتمع الشيعي طائفي أو المجتمع العراقي بشكل عام، حتى لو أهل الأنظار للأسف البعض من عندهم يهتفون للحلبوسي سواء لشارعين أو يعني سواء طيب. الأنظار أو العمار ما يسمى بالعمار الأنظار للأسف الشديد. خلينا نثقف المجتمع، يعني هذول قتلة مجرمين، عبارة عن قتلة مجرمين. وشفنا يعني حتى الحلبوسي وغير الحلبوسي خلوا يعني ايديهم بيد الايرانيين. وايضا الحادثه اليوم باعتقال قاسم مصلح هذه يعني اشبه بالمسرحيه. هسه باكر راح يعني يعتذر الكاظمي او يعني بعد يومين او بعد ساعات يعتذروا له كانه شيء يعني حقيقه. فهذا يعني احنا ينبغي انه يعني نهتم له او انه نفكر او انه نخاطب الضمير حقيقه. انا اشكرك ابو تحسين من كربلاء، شكرا لك للمشاركه. نسال سؤال، كم مواطن عراقي، كم رجل عراقي قابع الان في سجون ومعتقلات السلطه بتهمه 4 ارهاب، في حين انه قاسم مصلح لانه هو من الميليشيات ولانه هو فرد مهم يبدو لدى هذه الميليشيات، ثارت عليه هذه الميليشيات دفاعا عن حقوقه وانه هو مظلوم والحكومه اخذته بشكل غير قانوني، وبرغم أن الحكومة أخذتها بتهمة 4 إرهاب. اللي دي يصير أنه اليوم نلقى البريء هو اللي توجه له هذه التهمة فعلا وتطبق عليه، في حين من له ظهر أو سند أو هو ضمن ميليشيا لا تجرؤ السلطة أن تتعامل معه بقسوة، لا تجرؤ أن يبقى في سجونها لفترة طويلة، لأنه عنده اللي يجون يخلصوه حتى لو هو داخل معتقلات الحكومة. أبو ذو الفقار من نينوى، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك والكادر والحاملين في قناة الضفين. حياك الله أخي العزيز. نعم. بالنسبة لها الحكومة ليس لها تطولة ضد الميليشيات، لأن الميليشيات هي المتحكمة في أمور الدولة العراق عن طريق الحكم الإيراني والاحتلالي الأمريكي. نعم. أما بالنسبة لاعتقال هذا الشخص مصلح في ساعات الفجر الأولى اليوم، فإنها لعبة للعرب الميليشيات لاستعراض العضلات داخل شوارع بغداد لتخويف الناس وتخويف السلطة. أما رئيس الوزراء ووزير الدفاع ووزير المالية هم سلطة على هذه الميليشيات وإنها على شاشات العراقية وشاشات العالم وعلى شاشات فالأمر إذا كانوا أسروا أوامر للقال قبض عليه وتعالي إحرار 4 إرهاب، هل ما دلت تطبق إلا على الفقراء والناس البسطاء والأبرياء؟ نعم آلاف النساء منتهيه بالابرياء بالماده هذا الشخص. نعم. فسوف يطلق سراحه اما اليوم او بعد ساعات غدًا او بعد غد. سيد ابو ذو الفقار، انا اشكرك الوقت ضيق للاسف وعندنا متصلين. ابو علي من بغداد، تفضل يا ابو علي. السلام عليكم حبيبي. وعليكم السلام ورحمه الله. الله يحفظك. اريدك تنصي صوت التلفزيون لو سمحت. حبيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيب هذا الوضع الموجود هسه حاليا بالعراق، لو ما هالميليشيات زين العراق مستقر. نعم. زين هسه احنا ما نعرف يا هي الحكومة، هم الحكومة لو الدولة موجودة حكومة. نعم. ليش يقولون احنا تابعين للقائد العام للقوات المسلحة وهم يوميا يهينون الصبح لليل؟ زين هو اذا يقولون احنا تابعين قوات مسلحة، ليش بعد هم مجسد من رواتب مجسد من هذا غير إذا بود طلباته زين ولا القانون فوق الكل واحد غلط خطأ. لا. القانون طبق على الكل زين. لا. يعني هاي المظاهرات طالعين هسه حاليا طالعين. هو أكو قانون زين. أصلاً بالعراق حتى يطبق لو القانون على منو ده يطبق اليوم؟ يطبق القانون مش على الفقير، على الفقير زين ولا حتى اليوم بزمن هذا قاسم مصلح نقول في الدنيا عدل.
نعم زين نعم. هو غير بعد غير امر قضائي جو عليه لو جو امر قضائي لو لا. الحشد يقول الطريقه اللي تم اعتقاله بها غير قانونيه. هم اصلا يعترفون بالقانون، يعترفون بوجود القانون. هم الحزين زين بعد من جت الناشطين، من جت الناشطين، من جت هالاعمال موجوده. العراق مجموع حبيبي، العراق مجموع، العراق مجموع موالين غير دول. نعم ولا هم غير دول، غير دول للاسف الشديد. زين ثاني بلد بالعالم، زين ثاني بلد بالعالم بالجيش، زين شيء تربي للاسف الشديد، للاسف الشديد. نعم سيد ابو علي من بغداد، انا اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركه. وكالة رويترز أعلنت أن اعتقال القيادي في ميليشيا الحشد قاسم مصلح جاء بسبب دورة بقصف قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار. نقلت الوكالة عن مصادر أمنية أن اعتقال مصلح جاء بسبب ضلوعه في عدة هجمات، منها هجمات في الآونة الأخيرة على قاعدة عين الأسد الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وقوات دولية أخرى. وكالة رويترز أيضا أو مواقع التواصل الاجتماعي تداولت طبعا نسخة من أمر القبض على مصلح وأكدت صحة المصادر الأمنية اللي ذكرت أنه اعتقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وماكو مزيد من التفاصيل عن هذا الموضوع. يتهمه المتظاهرون بأنه من الأطراف التي قامت بسفك دماء المتظاهرين. يتهمه البعض بأنه أيضا كان من المهددين لإيهاب الوزني قبل استشهاده. ويعني هذا حديث دائر الآن داخل الأوساط العراقية أنه اليوم، وطبعا المصادر الجهات الميليشياوية الوسائل الإعلامية على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن تم الإفراج على عن قاسم مصلح، يعني عاد إلى أحضان ميليشياته. إذن الحكومة هنا مصطفى الكاظم يقول بعدنا ماسكي ونحقق وياه. حقيقة الموضوع يعني يثبت اليوم أنه لا دولة في العراق، لا قانون في العراق أصلا على اللي دي يصير. ونقرأ فيما تبقى من وقت رسائل سريعا. رسالة من أحد المشاركين يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختصر لكم شخصية الكاظمي بأنه هو فزاعة ما الزرع، هذا اللي يحطوه بحقول الذرة اللي يخوف الغربان. رسالة أخرى من السيد أبو حاتم من الموصل يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. يقول: العراق في حالة حرب منذ 1980، الحرب مع إيران لن تنتهي على شكل صفحات، تطبقت كل الصفحات، صفحة أسلحة الدمار الشامل الأكذوبة الكبرى، وصدق كل العالم بأن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل، وتم تدمير العراق واحتلاله، وجاءت أكذوبة الديمقراطية القنبلة الأخرى لتدمير الشعب، وحصل تدمير الشعب، لكن إرادة الله أكبر منهم، وهي تمثلت في شباب الثورة المباركة للتصدي لهذه الديمقراطية المزيفة، وهم يدفعون الثمن أمام من ينظر ومن يسمع. والحل ثورة متكاملة مع من كل الشعب العراقي من الشمال إلى الجنوب ضد الوضع في العراق. وتحياتي للجميع. عندنا رسالة: السلام عليكم وألف تحية للقناة الوطنية الشريفة، هذه مسرحية من مسرحيات الحشد مع الكاظمي لاستعراض القوة بالسيطرة على المنطقة الخضراء التابعة للميليشيات، وهي من تسند كراسيهم لجرف أو لحرف الأنظار إليهم لتفكيك المظاهرات. وهذه المسرحية فعلها سابقا الصدر عندما استعرض قوته بأتباعه للعبور إلى المنطقة الخضراء ولم يدخلها لأنه مخادع. طيب مشاهدينا الكرام، نكمل الموضوع طبعا أيضا في حلقة يوم غد من برنامج منبر الرافدين بإذنه تعالى. بإمكان حضراتكم أيضا المشاركة لإكمال الحديث في هذا الموضوع. أنا أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة. نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.